فيه. ومن خلال متابعتي، وأنت تعلم أني تابعت هذه القضية بكل تفاصيلها من المحكمة إلى مستنداتها إلى كل المحيطين بها، وأجريت لقاءات مع كل أزواج سوزان تميم ومع كل أضلاع القضية. اللي أنا شايفه في المسلسل ده هو سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى وبينهما محسن السكري. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا برمز بالشخصية دي لما هو أكبر بكثير، وشايف كمان الأستاذ فريد الديب يجسده الأستاذ فاروق الفيشاوي بشكل واضح تماما. يعني ليه يا سيدنا البيه بس بتقول عشان قال سيدنا البيه؟ ما هو سيدنا البيه دي حتى جملة الأستاذ فريد الديب. يعني ما هو مش معقول حماية يبقى فريد الديب وما تأثرش بيه، لازم أتأثر وأنا بكتب وأنا بقلب. يعني طيب انت كمان جايب لانه واضح انه يعني مع عائلة محسن السكري ممكن ان تغضب من تأديتك للشخصية. انت جايب محسن مدمن ادمن يعني وخلاص؟ لا يعني انا جايب اشرف عفيفي ادمن، لكن مش جايب محسن. ما هو في النهاية اشرف عفيفي ده هيدخل القفص جنب هشام طلعت مصطفى. دخل فعلا في اول حلقة، ما هو ده ظاهر في اول حلقة. انا ممكن اكون برمز بالشخصيات دي يا جماعة لما هو اكبر، ده في ناس كبيرة قوي جوه القفص. وعلى فكرة مش شرط يكون الحكم اعدام، مش شرط يكونوا هم اللي قتلوا، ما في عناصر ثانيه انا حاططها. انا يعني انا متور، انا معرفتش ابيع الخليج ان انا مشارك في انتاج المسلسل بسبب حاطط صباع على قطر بالعين كده، يعني بايديا مشاور على قطر من خلال شخصيه الشيخ جاسم ده اللي انا اللي بيقدم شخصيته عبد الامام الفنان الكبير عبد الامام عبد الله. انا ممكن اكون برمز لما هو اكبر من كده. النهارده بيقولوا انت تقصد جمال وعلاء لان انت شبه علاء وباسم ياخر شبه جمال، خليكوا كده لغايه ما تعرفوا في الاخر. لا 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 لا، اول مسلسل واضح جدا انت تؤدي محسن السكري، باسم ياخور يؤدي هشام طلعت، دول اللي تؤدي سوزان تميم. مفيش كلام يا تام، مش هنت يعني خلينا نكون واضحين. يعني يعني انت مذيع شاطر وانا مذيع على قد، فانا مش هعرف احكم معاك. خلينا اسال الاستاذ اشرف السكري شقيق محسن.